السلام عليكم. عدن ليست على ما يرام، هكذا تقول الصورة القادمة من ثغر اليمن الباسم التي شكلت الحاضنة السياسية الأولى للحركة الوطنية منتصف القرن. عدن المتسعة باتساع بحر العرب يراد لها أن تضيق بتنوعها وحيويتها وأن تتحول إلى معبر مسدود ونقاط تلوح بالمنع في وجه الديمقراطية الناشئة والمدنية الحديثة التي شكلت عدن رئتها. العاصمة المؤقتة لليمن الجديد تعيش حالة سياسية مضطربة، يبرز فيها ما يسمى بالمجلس الانتقالي بلا بوصلة سياسية يتحدث فيه قادته من خلف أبراج عاجية لتعميم الكراهية السياسية التي دفعت عدن ثمنها مرارا وتكرارا في التاريخ السياسي الحديث على الأقل. كانت القضية الجنوبية قد حققت منجزا نظريا مكتوبا يتعلق بالحق والشراكة من خلال النصوص وثيقة الحوار الوطني التي حملت في مضامينها اعترافا تاريخيا بالقضية الجنوبية ووضعت حلولا معقولة للقضية، ويبدو أن ذلك المنجز يراد له أن تذروه رياح المناطقية. يعود التيار المتطرف للحراك إلى الواجهة ليضخ خطابا تعبويا يفتقر للسياسة كما يقول متابعون. وهنا نتساءل، هل أصبح حق التعبير عن المطالب وإرادة أبناء الجنوب مشروعيتها وحاملها السياسي في مهب الضياع السياسي بعد تصعيد المجلس الانتقالي الذي يبدو أنه خارج السياسة؟ وماذا عن الصمت الذي يحيط بالشرعية إزاء ما يحدث في عدن؟ وهل تكرر عدن سيناريو اقتحام صنعاء وإسقاط مؤسسات الدولة تحت مبرر تصفية بعض القوى؟ هذا ما سنتابعه مشاهدينا في المساء اليمني لهذا اليوم. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يتعقد المشهد في العاصمة المؤقتة عدن. عيدروس الزبيدي يلقي خطابا في المعلى من وراء زجاج مضاد للرصاص وسط صمت مطبق من هرم الشرعية. موقف الشرعية ذاته فسره مراقبون أنه لا يبتعد كثيرا عن موقفها قبيل ومع سقوط مدينة عمران. تبدو عدن هذه المرة في وضع سياسي لا تحسد عليه، فالمدينة التي أصبحت عاصمة مؤقتة للدولة الشرعية من الناحية السياسية تضيع بين شد وجذب وتضاربات المشاريع السياسية التي تغيب عنها الفكرة الكلية وهي استعادة الدولة من يد الإنقلابيين. فالبيان الذي ألقاه الزبيدي حدد ملامح عمل المجلس والهدف من إنشائه والمتمثل في العمل على إقصاء الرئيس هادي من المشهد وملاحقة أعضاء حزب الإصلاح الذي خاض ويخوض إلى جانب التحالف المعارك في عدن والساحل الغربي، بالإضافة لجبهة مأرب والجوف وحجة وميدي وغيرها من المناطق. فيما تثار أسئلة حول هدف التحالف العربي وتحديدا المملكة وموقفها من دعوات المجلس الانتقالي لفك الارتباط والعودة لمربع ما قبل عام 1990، خصوصا أن مسألة إشهار المجلس وتولي فعالياته في توقيت لا يزال فيه اليمنيون يخوضون معارك استعادة الشرعية تحمل إشارات تخبط سياسي يكتنف بعض التحالف والقوى الجديدة التي لم تستوعب المتغيرات السياسية والمرجعيات الأساسية، وأهمها مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الدولة الاتحادية. المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه في 11 مايو عقب إقالة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من منصبيهما، اعتبره بعض الجنوبيين خطوة أولى للاعتراف بتمثيل قضية أبناء الجنوب، في حين لا يعدو في نظر البعض الآخر أن يكون خطوة في سياق ترتيبات تقود المشهد في صور موازية لا تبتعد كثيرا عما حدث في صنعاء من انقلاب على الشرعية. تساؤلات كبيرة حول مدى الدعم المقدم للمجلس من أحد أركان التحالف العربي وطبيعة الدور المرسوم له على المدى القريب. ما زال هناك الكثير من الصمت والغموض في المواقف والترتيبات التي تتجاوز عدن ومجلسها الانتقالي لتعصف بالمنطقة برمتها، ولن تكون اليمن إلا ساحة تجريب لوصفات يأمل الطابخون أن تنجح، فيما يقول الواقع أن أي مشاريع لا تستجيب لتطلعات الشعوب لن يكتب لها سوى السقوط في أقرب منعطف تاريخي. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نزار هيثم عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نزار. مساء النور. أهلا بك معنا. عاصمة السلام والأمان. أهلا بك أستاذ نزار. وبداية يعني لو تحدثنا معك عن مسارات الوضع السياسي في عدن، خاصة يعني بعد التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي، ما هي المسارات؟ طبعا المسارات بإذن الله ستكون آمنة لشعب الجنوب بعد أن شاهدنا
الحشود التي توافدت من كل أنحاء الجنوب لتحضر فعالية 7 يوليو المشؤوم، الذكرى التي الكل في الجنوب يعلم مآسيها منذ 94 ووقعها على الجنوب، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الأحرار الجنوبيين حولوها في 2007 إلى انطلاقة حقيقية للمطالبة باستعادة الحقوق وانطلاق الحراك السلمي الجنوبي الذي كان باكورة الثورات العربية. استمر النضال السياسي والتصعيد الاجتماعي أيضا إلى أن وصلنا مؤخرا إلى أن يلتف الجنوبيون جميعا حول مجلس انتقالي جنوبي يمثلهم سياسيا داخليا وخارجيا. وبالتالي بإذن الله الكل يتأمل أن يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي دوره القادم بتحقيق آمال وتطلعات الشارع الجنوبي. نعم، إذن ما هو الدور القادم هذا الذي يعني ينتظر من المجلس الانتقالي أن يقوم به؟ طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي كان واضحا بأنه سيعمل باستماتة لتحقيق أهداف الشارع الجنوبي وأيضا إدارة المناطق الجنوبية بما يخدم المواطن، والكل يعلم أن المواطنون في الجنوب عانوا منذ 94 من تخاذل فظيع جدا من قبل نظام صنعاء، وللأسف خلال الأعوام الثلاثة الماضية استمر هذا الخذلان من قبل الحكومة الموالية للشرعية، وبالتالي لا يمكن أن يقف المجلس الجنوبي صامتا عن هذه المواقف المخزية، وبالتالي سيقوم بإذن الله بأداء دوره المنوط به. نعم، إذن يعني دعني أسألك أستاذ نزار، يعني تتحدثون عن المجلس الانتقالي وكأن عدن لون واحد هي فقط من يؤيد هذا المجلس، يعني هناك أحزاب، هناك شارعية رئيسها يعني من الشارع الجنوبي، هناك يعني محافظ لا ينتمي للمجلس الانتقالي، يعني هناك أكثر من جهة، يعني ولكن يعني حين نستمع لحديثك وحديث المجلس الانتقالي بشكل عام يعني يظن السامع أن عدن مجرد لون واحد هي كلها ترفع يافطة المجلس الانتقالي. نحن لم نسمع أن أحدا رفض المجلس الانتقالي من قبل أحزاب يمنية أو أيضا من قبل شخصيات أخرى. الشارع خرج في 7/7 ومن حق الجميع كان أن يخرج بالمقابل. نعم. الجنوبيين بالكامل خرجوا وأيدوا المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان طبعا الإرادة الجمعية للشارع الجنوبي واضحة للجميع، وأعتقد أنكم شاهدتموها بعينكم. نعم، ماذا عن حشود ساحة العروض؟ ساحة العروض هناك مجرد تباينات فيما بين الأطراف الجنوبية حول موقع الفعالية. البعض كان يرى أن الفعالية لابد أن تقام مثل السابق في ساحة العروض، والمجلس الانتقالي ارتأى أنها تكون للمرة الأولى في المعلى، وبالتالي يجب أن يقبل الجميع حول إرادة الشارع الجنوبي الذي التف حول المجلس الانتقالي والكل احتشد هناك. نحن نحترم وجهة نظرهم، وساحة العروض لا يمكن أحد أن ينكر دورها الفاعل والحقيقي التي كانت هي الانطلاقة الحقيقية للحراك الجنوبي في 7/7/2007، فبالتالي لا يوجد نهائيا أي خلاف فيما بين الجنوبيين، الكل مجمع على الهدف الجنوبي المتمثل بحقية استعادة الدولة الجنوبية. من أين عرفتم أن الكل، خصوصا وأن هناك ترهيب لكل من يرفض هذا المجلس، يعني وقد استمعنا للخطاب يعني أن من هو ضد هذا المجلس فهو خائن، يعني قيلت العبارة بكل وضوح، يعني ما هي المشروعة السياسية التي يستند لها المجلس الانتقالي؟ المجلس واضح، المجلس مع التعددية السياسية ومع أيضا حقوق المواطنين بالتعبير عن إرادتهم، ولا يمكن أن نخون أحد، ولا يمكن أن نقصي أحد، ولا يمكن أن نهمش أحد. هذا ما جاء في الخطاب، يعني أنا لا أتي بشيء من عندي أستاذ نزار، يعني هذا ما جاء في الخطاب أيضا، يعني تقول أن المجلس ينادي أعتقد أن الخطاب لديك مغلوط، لا يوجد أي خطاب للمجلس الانتقالي الجنوبي بهذا النص الذي ذكرتيه.
يعني بالأمس لم يتم يعني الحديث عن أن من ليس في المجلس الانتقالي فهو خائن، تجريم حزب، ويعني حزب أنت تقول بأن المجلس ينادي بالتعددية ولديه يعني مطلق يعني المساحة الكافية لجميع التعدد، وهناك أيضا تجريم لحزب عريق كحزب الإصلاح. أنا لا أعلم من أين استقيت هذا الكلام. المجلس كان واضحا في خطابه البارحة والجماهير كانت متواجدة، ولم أسمع كلمة هناك أي تخوين لاتجاهات أخرى أو من يحاول أن يسيء للجنوب الآخر. الكل يعلم أن الجنوب لكل وبكل أبنائه، وبالتالي الكل يعمل لأجل بناء دولة ديمقراطية مدنية، ومن العيب أن نخون الآخر. يعني في البيان لم يتم التطرق لهذا الأمر؟ ألم يأتي ذلك في بيان المجلس الانتقالي؟ المجلس لم يذكر نهائيا هذا الكلام. كان واضحا بدعمه الدائم لمجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي بدحر الانقلابيين، وكذلك أيضا بحظر الجماعات الإرهابية المتطرفة. الكل يعلم أن هناك العديد من المنظمات الإرهابية على رأسها منظمة الإخوان التي كانت شريكة لعلي عبد الله صالح في حرب 94، وكانت للأسف فتاواهم التكفيرية هي السبب الرئيسي في التدمير الذي حصل للجنوب. نعم، عموما يعني هذا ما تم قراءته من خلال البيان الذي أشير أنه للمجلس الانتقالي. دعني أنتقل فقط للدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز. مساء الخير أستاذ فيصل. دكتور فيصل، عفوا. مساء النور على صاحب حياتي والمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا دكتور. يعني عدن إلى أين خصوصا بعد التصعيد الأخير من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ للأسف ما نشاهده على الساحة المجتمعية هناك مزيد من التشظي. يعني كنا سعداء جدا عندما تحررت عدن وبعض المناطق الجنوبية من هيمنة الانقلابيين، كنا نود أن تصبح هذه المناطق نموذجا لجذب السكان، جذب الاستثمار، جذب السياحة، تطبيع الحياة المدنية، تصاعد الوئام الاجتماعي. لكن ما نشاهده للأسف هو تصاعد خطاب الكراهية والتحريض مجتمعيا. نحن نقدر بأن أي جماعة أو أفراد أو منطقة لها حقوق مشروعة نؤيدها، ابتداء من الحقوق العادية السياسية والمدنية انتقالا حتى بالانفصال، حتى لو في قرية تريد تنفصل حق مشروع، ولكن الحقوق المشروعة عادة يتم الوصول إليها أيضا بوسائل مشروعة. ليس الحق المشروع عادة لا يتم الوصول إليه بوسائل غير مشروعة. ما هي هذه الوسائل غير المشروعة التي تراها دكتور فيصل؟ مثلا التحريض المناطقي، القتل، الاغتيالات، نشر الكراهية، يعني استعداء المواطن العادي. أنا عندما أشعر بأن هناك قوة أمنية تلاحق كل ما هو شمالي على أنه هذا عدو، يعني هذا إنسان فرد يعني ليس بيده قوة حتى يصبح مثار خطر على الجنوبيين. نعم، إذن ربما أتى المجلس الانتقالي ليخرج يعني من هذه الدائرة، ربما يريد أن يصل بالجنوب لحق مشروع يريده بوسائل غير التي ذكرتها. المجلس السياسي في الجنوب هو مكون جنيني لم ينال مشروعيته بعد. يعني من أين ننال مشروعية؟ من 3 أمبار في شارع؟ مش صحيح هذا الكلام. يعني إذا اجتمع 10,000 من اجتمعوا أمس في الحشود ليسوا 3 أنفار يا دكتور فيصل، يعني كان العدد 10,000، 50,000، 100,000، هل يمثلوا هؤلاء الجنوب؟ مش صحيح هذا الكلام. يعني ولا حتى الثوار في الشمال الذي كانوا في جميع الساحات يمثلون كل الشعب اليمني. يعني نحن نتحدث عن مشروعية شعبية لها مطالب مشروعة، لا ينبغي أن تقفز على مشروعية الإجماع الوطني. الإجماع الوطني رفع سقف القضية الجنوبية وقضية صعدة إلى السماء. ينبغي أن نراهن على هذه المشروعية في إطار نعم المشروعية. ربما في هذه النقطة دكتور فيصل اسمح لي، يعني تحدث معنا ضيفنا الأستاذ نزار، قال يعني لم نمنع أحد من إقامة فعاليته، لم يعترضنا أحد، لم يشر أحد بأنه لا هذا المجلس الانتقالي لا يمثله. كيف ترد على هذه النقطة؟
أنا أشك أي طرف آخر سيظهر في الساحة سيخلق نزاع جنوبي جنوبي وبالتالي قتل إباحة دماء الجنوبيين، وبالتالي الطرف الآخر حتى وإن كان صوته مشروعا من التعقل ألا يقفز إلى الساحة، لأنه البديل هو التراشق بالسلاح وبالتخوين والعودة إلى الدم، وبالتالي هناك من يغرد وحده في الساحة ويستخدم القوة، وهذا يثير أو يمنع أو يحول دون ظهور أصوات أخرى. يعني إلى الآن لا نستطيع أن نؤكد بأن هذا المجلس السياسي فقط هو الذي يمثل الجنوب، هناك حزب اشتراكي، هناك ناصري، هناك إصلاح، هناك مؤتمر شعبي، هناك مستقلين، هناك قبائل، هناك مجتمع مدني عادي. غير صحيح يعني بأنه المجتمع الجنوبي كله في سلة المجلس السياسي الانتقالي هذا. نعم، إذن يعني دعني أن أقول هذه النقطة لضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور نزار. يعني يتساءل الدكتور فيصل يعني من أين استقى المجلس الانتقالي مشروعيته؟ يعني هو ليس جميع المكونات، يعني يقول هناك حزب اشتراكي، هناك مؤتمر، هناك إصلاح، هناك مستقلين، هناك مجتمع مدني، كيف يعني اقتنعتم أن المجلس الانتقالي هو الذي يمثل كل الجنوب؟ في البداية طبعا يبدو أن الدكتور فيصل توقف الزمن به إلى ما قبل 2007. نعم. خطابه يكاد يكون متقاربا مع خطاب المؤتمرين المقاربين لعلي عبد الله صالح للأسف التحريض ضد الجنوبيين أنهم لا زالوا عدائيين. نعم. تجاه الآخر. أتمنى أن ترد يعني على الفكرة خطاب الكراهية موجود أستاذ نزار. يعني لحظة لو سمحتي، لحظة لو سمحتي سأجيب على السؤال الذي ذكرتيه. أتمنى أن يفهم الدكتور فيصل أننا نحن أيضا كجنوبيين نحترم إرادة الشارع في الشمال. نعم. نحن كنا داعمين أيضا للحراك التهامي الذي الكل يعلم أنه مظلوم في الحديدة، إذا كان لا يعلم هذا فيجب أن يعلمها. نحن ندعم كل القوى الثورية الحية التي تحاول أن تتخلص من العبودية ومن الظلم الكاتم على أنفاسها في المناطق الشمالية. نحن كقوة جنوبية حاليا نسعى بكل ما نملك على أن نحرر المناطق الشمالية. نحن حاليا نتواجد في المقهى وفي البقع. هذا دليل على أن الجنوبيون لا يمتلكون خطاب الكراهية، الجنوبيين يمتلكون مشاريع واضحة على الشمال أن يحترمها، وعلى نخب للأسف الدكاترة يجب أن يكونوا من النخب التي تفهم أن من حق الشارع الجنوبي والشعب الجنوبي أن يقرر مصيره، يجب طبيعي أن يقف طبيعي معه. ربما لا يجب أن نعم نكون هذا أمر لا نختلف عليه أستاذ نزار، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، كل يعني للجنوب كل الحق في تحقيق مصيره إذا كان يعني بالطرق المشروعة. وهذه النقطة طرحها الأستاذ الدكتور فيصل، وهذه هي الطرق المشروعة منذ 2007 وحتى الآن نحن نستخدم الطرق السلمية المشروعة. نعم. وللأسف التجاهل الحاصل من قبل بعض النخب تسبب إلى أن يتمادى علي عبد الله صالح وحلفائه بأن يكونوا غزاة مرة أخرى في 2015 بالتحالف مع الحوثيين. وكان هناك أيضا صمت آخر، هناك أيضا قوة حية نشكرها ونقدرها في الشمال، مواقفها كانت واضحة وداعمة للجنوبيين. إجابتي على سؤال الأخ لأنه توقف الزمن به إلى ما قبل 2007، القوى الجنوبية جميعها مجتمعة كانت أيضا مشاركة في الحوار الوطني وسقفها واضح، هي مع حق تقرير المصير للجنوبيين، وبالتالي الجنوبيين خرجوا في 7/7 وخرجوا من قبلها في مليونيات عديدة وكان قرارهم واحد لم يتغير. نعم، لكن يعني لم تجيبني بوضوح يعني من أين تم استقاء مشروعية المجلس الانتقالي؟ عليك بالعودة إلى خطابات الأحزاب وبياناتها، هناك أيضا بيانات للتأييد لا نعلم مصداقيتها، ولكن نحن نتوقع أنهم سينضمون إلى شارعهم في الجنوب ولا يمكن أن يكونوا مجرد أدوات لصنعاء. نعم، إذا أنتقل للدكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني هناك من يطرح أن عدن ربما يعني تشهد مسارا يشبه المسار الذي عاشته صنعاء قبل الانقلاب، برأيك هل في الأمر مبالغة أم أن الواقع يقول هذا الشيء؟ لا نستطيع المماثلة في الأحداث، عادة التاريخ لا يشبه بعضه بعضا وإن كان هناك نوع من التداخلات، فقط هناك ضبابية في الخطاب
الإعلامي والاجتماعي والسياسي لما يدور في الجنوب بشكل عام. يعني الأخ يتحدث عن يجب وما يجب وكأن نحن في معلمة لنعلم ماذا ينبغي علينا أن نقول. نحن نحاول أن نقرأ الأحداث من خلال ما توحي به حركات الشارع المجتمعي في عدن. يعني استقلال، أنت تريد أن تستقل ممن؟ يعني إذا كان رئيس الدولة جنوبي ورئيس الحكومة جنوبي ونصف أكثر من ثلثي الحكومة جنوبي، تستقل من نفسك؟ يعني أنت فقط اذهب إلى تطبيع الحياة الاجتماعية لاستعادة الدولة، وبعد ذلك هناك إجراءات تريد أن تنفصل، الله يفتح عليك، هناك إجراءات دستورية وقانونية محلية ودولية لابد أن تخطوها. بدون هذه الخطوات أنت ستظل تبترع عن يتفضل مجنونك في الشارع. مش صحيح يعني تقول للدكاترة ويفهموا وما يفهموش. نقرأ فقط، دعنا نقرأ الأحداث كما هي ونخاطب الجمهور، لا تخاطبني ولا أخاطبك. هل ما يحصل الآن في عدن هو النموذج الأمثل لحدود المطالب؟ تقول أنت تحرر الآن المجتمع الشمالي، ما هو موجود في المخا، ليس جنوبيين، هم أدوات الإمارات. يعني الإمارات تشتغل بهؤلاء الناس شمالا جنوبا، ممكن توديهم حتى الصومال يشتغلوا. فلا ينبغي أن نكذب على أنفسنا. يعني نحن الآن بلد تحت المصايا، تحت الانقلاب الداخلي وتحت المصايا الإقليمية، ينبغي أن نتحرر من الانقلاب الداخلي ومن المصايا التي نحن الآن عاجزون عن التخلص منها. لا. الآن ثلاث سنوات نحن مجتمع بلا دولة، مجتمع بلا مشروعية، مجتمع بلا سلطة، كيف نلملم هذا الجراح؟ ينبغي أن نتجاوز هذه الأحداث أول مرة من خلال طرح خطاب تعايش العيش المشترك. نحن مجتمع واحد، ينبغي أن نلقى بهذا الخطاب، نرفض الكراهية والتحريض والتخوين، وأن هذا معروف خصوم الشعب اليمني منهم. الشعب اليمني له خصوم، المستبد خصم الشعب اليمني، السارق خصم المجتمع اليمني، الظالم المنتهك القاتل المفسد، هؤلاء كلهم خصوم الشعب اليمني. لكن أن نكون جزء من المجتمع، نقول شمالي جنوبي ويمني وشمني، الحقيقة رشدوا خطابتكم حتى أنا أتعاطف معك وأفهمك. أما تخاطبني بلغة غير منطقية وتقول لي أنت توقف عقلك في 2007، يعني الآن أنا في مستشفى صحي على أساس تكشف عليها، للأسف يعني من هذا الخطاب. نعم، إذن يعني برأيك دكتور فيصل، ماذا عن الموقف الإقليمي بالذات، يعني السعودية والإمارات التي يعني دخلتا في التحالف لأجل إعادة الشرعية وتناقض نفسها ب يعني السماح يعني بوجود يعني من ينقلب على الشرعية أيضا في الجنوب؟ يعني نتفق أن للجنوب الحرية في تحقيق مصيره، ولكن يعني حين تعاد الدولة إلى مكوناتها، هناك استفتاء شعبي، هناك مخرجة مؤتمر حوار وطني، هناك يعني خطوات كان يفترض أن يعني يتم المسار عليها، ما رأيك؟ نعم، هناك أهداف معلنة من التحالف باعتبار أنها جاءت عبر مطلب سلطة شرعية تم الغدر بها والانقلاب عليها، وهذا التدخل تم من أجل استعادة الدولة والشرعية. ولكن للأسف الأهداف المسكوت عنها هي التي يتم الاشتغال عليها. يعني ليس من الأهداف المعلنة يعني تعامل الدول الإقليمية مباشرة مع الميليشيات أو مع مكونات. ينبغي أن يكون هناك احترام لليمن كدولة ذات سيادة أو دولة عضو في الأمم المتحدة. ينبغي أن تتخاطب الإمارات والسعودية أو أي دولة في العالم عبر السلطة الشرعية، ابتداء من رئيس الدولة، نائب الرئيس، رئيس الحكومة، رئيس هيئة الأركان. كيف يتعاملون بلا مع ميليشيات في عدن أو في تعز أو في حضرموت أو في شبوة؟ يعني هؤلاء إما أنهم يعيشون عقلا بدويا لا يفهمون السياسة، أو أنهم ينتهكوننا بجرأة غير منقطعة النظير. واضح جدا بأن هناك أهداف مسكوت عنها يتم الاشتغال عليها. الآن هناك سيطرة على السواحل، هناك سيطرة على الجزر، هناك بناء قواعد عسكرية في أكثر من جزيرة، هناك انتهاك جزر بدون إذن من السيادة اليمنية. يعني هناك احترام، يعني هناك معروف بأنه العلاقات الدولية تخضع لقانون دولي عام بين الدول. يعني حتى الإنسان هو يسافر عبر دولة لابد يمر عن طريق معينة وعنده وثائق معينة وعنده جواز سفر رسمي أو لا يسمح له. فذلك هكذا قوات تعيش على الأرض بما يناقض الأهداف المعلن عنها. للأسف نحن نقولها بمرارة بأننا نحن الآن في العام الثالث من الحرب التي لا نرى لها نهاية في ظل هذه الدول التي تناقض نفسها بين هدف معلن
باستعادة الدولة وهدف غير معلن ستتضح خلال التاريخ نفسه هو التي سيفضحها بندا بندا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ نزار اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نزار. أستاذ نزار، يعني أود أن أسألك، يعني هناك نقاط ربما يعني أو فزاعات يحملها المجلس السياسي وهي ربما يعني من تخصص الدولة، مكافحة الإرهاب على سبيل المثال، هناك من يطرح يعني أنها تشبه الفزاعة ذات التي وضعتها جماعة الحوثي بأنها قادمة لمحاربة داعش والقاعدة، ما رأيك؟ طبعا قبل ان اجيب اود ان اعقب على الدكتور للاسف. نعم، خطاب سمحت لي ان ترفع صوتك قليلا دكتور نزار. لا اعلم انتمائه السياسي، ولكن خطابه يكاد يكون مقاربا لخطاب الحوثيين للاسف عندما يذكر ان هناك انتهاكات من قبل احد الدول الخليجيه التي كانت فاعله في عمليه تحرير المناطق الجنوبيه وايضا لا زالت تعمل باستماته لتحرير المناطق الشمالية، عندما يذكر أنها تحاول أن تهيمن أو تسيطر وبالتحديد دولة الإمارات، هذا الخطاب نسمعه كثيرا من قبل الحوثيين. ولا أعلم خلفية الدكتور، قد يكون أيضا من المشروع الآخر الذي يتبنى النهج الأخواني. سمحت لي بالتوضيح أستاذ نزار، أولا يعني الدكتور فيصل لم يعد معنا حتى يرد، ولكن الانتهاكات التي تحدث عنها لم تأتي من عنده وإنما يعني ذكرت في تقارير عموماً دولية ومنظمات دولية. يعني هناك مشروعين واضحين للأسف كلاهما من الشمال، مشروع علي عبد الله صالح والحوثي تدميري بكل ما في الكلمة من معنى، وأيضا هناك المشروع الإخواني، كلاهما للأسف كان تحالفهم واضحا منذ 94 لتدمير الجنوب عسكريا وسياسيا ومجتمعيا. الجنوب للأسف تم تقاعد الكثير من العسكريين وبالتالي خلت الساحة للمنظمات التابعة لعلي عبد الله صالح التي استوطنت المناطق الجنوبية. نعم. وإضافة إلى المعسكرات التي قدمت من الشمال واجتاحت الجنوب، أكثر من 28 لواء عسكريا كان يتواجد في عدن. بعد حرب 2015 طبعا فرغت الساحة تماما من المعسكرات التي كانت موالية بعد طرد الغزاة الحوثيين. هناك ظهور لميليشيات كانت تتبع عفاش وأيضا الحوثي، لبست رداء الإرهاب وعبثت كثيرا في عدن وفي حضرموت وبعض المناطق الجنوبية، كان ضحيتها محافظ عدن السابق رحمة الله عليه جعفر محمد سعد. الجنوبيين تعلموا من هذا الدرس كثيرا لكن لماذا لا نجد شيطنة العربي وبالأخص يعني طالما تعرفون العدو الحقيقي، طالما تعرفون العدو الذي لبس رداء الإرهاب وطالما يعني تعرفون من هو العدو الذي فعلا ربما لم يصبكم فقط أنتم السوء لوحدكم ولكن جميع الشعب اليمني عانى منه، وكما تفضلت الحراك التهامي ربما هو أكثر يعني المناطق معاناة من هذا الجاثوم الذي جثم على الشعب اليمني، ولكن نجد أن هناك يعني شيطنة أكثر لمن هو شريك لكم في الدفاع عن عدن حين أتاها التتار الحوثي والصالحي، يعني حزب كحزب الإصلاح، يعني أنتم يعني تذكرونه كتنظيم جماعة الإخوان وذكر في بيان المجلس الانتقالي حين تقول لي أنه لم يذكر، أستطيع أن أقرأ لك يعني نصا، ثلاث دوائر فاز بها، هناك قواعد يعني سياسية كبيرة له في عدن، كيف تستطيعون أن أو كيف ستتخلصون من هؤلاء الذين هم أصلا يعني جنوبيين ولكن انتماءاتهم السياسية تختلف أو يعني تتبع تيار آخر، هل يعني سيتم إخراجهم من البلاد لأنهم يخالفونكم سياسيا؟ لا أحد ينكر أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان شريكا لعلي عبد الله صالح منذ 94، وكان في 2006 المرشح الوحيد لحزب التجمع اليمني للإصلاح هو علي عبد الله صالح. نعم. الكل يعلم مدى العلاقة القوية التي كانت تربط فيما بين الحزبين، المؤتمر الشعبي العام
الذي انبثق منه حزب الإصلاح. الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته كان واضحا، نحن كنا في المؤتمر الشعبي العام وخرجنا لنشكل حزب الإصلاح ذو التوجه الإسلامي فقط لنحارب الأحزاب في الجنوب وبالأخص الحزب الاشتراكي، وللأسف كان أداة تدميرية بعد أن ألقى فتاواها التكفيرية، وبالتالي هذا العمل لا يمكن أن يكون مقبولا في الجنوب. الجنوبيين شعب مسالم، لا يمكن أن يقبلوا من هم إرهابيين ومتطرفين بالفكر وتكفيريين للآخر. نعم. لأجل خلاف سياسي. نزار، يعني ربما دعني أقتبس قليلا من الخطاب الذي يعني أو البيان الذي يعني ألقاه رئيس المجلس الانتقالي. يعني هو ربما تحدث عن يعني إثارات غبار صراعات الماضي التي باتت في ذمة التاريخ ولا يمكن استعادتها بعد أن عانى شعبنا من ويلاتها ومصائرها. يعني ربما هي إشارة لكل الصراعات في الماضي. لما يعني يتم التركيز فقط على ما يعني على حزب الإصلاح بهذا الشكل، وهو الآن يعني يعني من كان شريككم في الدفاع عن عدن أو لم يكن كذلك؟ ألم يكن هو يعني أيضا متضرر مما حدث ودافع عن عدن معكم يدا بيد، كونه يعني منتمي لهذه البلد، كونه يعني في نهاية الأمر هو يمني عدني من الجنوب، والآن يعني يتم تخوينه بهذا الشكل؟ يعني أود أن أفهم يعني من البيان حين يتم الحديث عن عملا بذلك فإننا نعلن عن حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة والمتمثلة في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. من هم جماعة الإخوان المسلمين؟ هل يعني تعنون بهم حزب الإصلاح؟ هل ستخرجون أو توقفون عملهم السياسي وهم ينتمون لهذه البلد معكم؟ وهذه اصلا مهمه الدوله، يعني ليست مهمه مجلس سياسي. من يعني حارب في عدن هم ابناء عدن وبقيه المناطق الجنوبيه. نعم. الذين لم ينتموا للاحزاب، وان كانوا بعضهم في الاحزاب فكان ولائهم لله وللوطن. حاربوا لاجل الدفاع عن الوطن وعن العقيده فقط، لم يحاربوا باسم الاصلاح. يعني الان حتى يثبتوا انهم ما زالوا على ولائهم عليهم ان يتخلوا عن خطاب المقاومه في عدن، حتى يثبتوا ولاهم عليهم ان يتخلوا هم عن احزابهم. اساسا قد تخلوا عن الاخوان المسلمين. الحزب الاصلاح هو حزب يعتبر حزب سياسي معترف فيه في الشمال، الكل يعلم ان علي عبد الله صالح هو من شارك في تاسيسه، ليس حزبا جنوبيا. هناك اعضاء جنوبيين اعتقد انهم سيراجعوا خطاباتهم وايضا اوضاعهم في المرحله القادمه، ويعرفوا انهم سيكونوا مع الشارع الجنوبي فقط ولن يكونوا ادوات بيد قادتهم في صنعاء. إذن دعني أنتقل عبر الهاتف أيضا مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن أنيس من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور. نود أن نبدأ معك عن الحديث عن يعني مسار الأحداث في الجنوب، خصوصا بعد يعني فعالية الأمس. أيوة. طبعا يوم امس كان احتشاد مليوني كبير في ساحه المعلى، وكان رساله واضحه، اجتمعوا اغلبيه اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي باستثناء اثنين من المحافظين المقالين الذين كانوا متواجدين خارج البلاد وتعذر وصولهم الى عدن. كما كان متوقع يعني لا زال هناك اعضاء في منصات الاحتفالية حوت وزير في الحكومة واثنين من المحافظين الذين لا زالوا يمارسون مهامهم، لكن أعتقد هناك كان في نوعا ما تغير في نبرة الخطاب. أعتقد أنه بسبب القرارات الجمهورية الأخيرة التي قضت بإقالة محافظي سبوة وحضرموت. إلى الآن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتبنى خطابا حادا معاديا للشرعية بشكل صريح، لكن هناك نوعا ما تغير في النبرة تجاه يعني تجاه الشرعية، على عكس النبرة التي كانت في البداية التي على أساس أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو شريك للشرعية في محاربة الانقلاب والتمدد الحوثي العفاشي.
في اعتقادي ان ردود الفعل يعني اسمح لي ان توضح، هل لو وضحت لي استاذ عبد الرحمن يعني ما هي مفهوم الشراكه، وهو يتحدث عن يعني انه هو من سيتدخل لتحمل مسؤوليه تامين الجنوب وادارته، ويعني حين ياتي كيان سياسي ليقول للدوله انا من ساقوم بمهامك، الا يعد هذا خطابا انقلابيا؟ والله قلت التغير فيه، التغير كان واضح في نبرة خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي، بفعل ربما تكون كنوع من رد الفعل على القرارات الجمهورية الأخيرة التي قضت بإقالة محافظي شبوة وحضرموت تحديدا. لكن في يعني المجلس الانتقالي الجنوبي من يوم ما أسس كان على أساس أنه شريك يتعاون مع الشرعية ومع التحالف كممثل للجنوبيين وكيان سياسي يضمهم ويمثل قضيتهم داخليا وخارجيا. جميل. يعني كان يمكن نعم استاذ عبد الرحمن كان يمكن ان يتحول لحزب سياسي معارض يعني ولكن تحت مظله الحكومه، لكن ان يقول انا حزب او انا كيان سياسي امثل كل الجنوب، يعني لا ندري من اين اتت له هذه يعني القضية الجنوبية قضية مختلفة، علينا يعني حتى نكون منصفين أن نؤمن أن القضية لها خصوصية، ليست قضية مثلا مثل الحوثيين في صعدة قبل الانقلاب أو قبل الوصول إلى صنعاء أو كأي قضية أخرى ممكن أن يشكل أصحابها مكون سياسي وينخرطوا في الحياة العامة. القضية الجنوبية هي قضية سياسية قبل أن تكون حقوقية، وهي مطلبهم بوضوح استعادة دولة واستعادة وطن سابق، واستعادة دولة دخلت في اتفاق وحدة في عام 90 ثم رأى سكانها أن هذا الاتفاق لم يكن في صالحهم. بالتالي يعني قضية مثل هذه لا يمكن نعم الجميع يعرف مدى خصوصية القضية الجنوبية أستاذ عبد الرحمن، لا أحد ينكر ذلك أن فعلا لها خصوصية ولها تاريخ أقدم من أي يعني من وضع الانقلاب في البلد، ولديها نداءات ومطالبات منذ السابق، يعني ليست وليدة ما يحدث حاليا في البلد، نعي ذلك جيدا، ولكن لما يأتي تسييس هذه القضية التي لها خصوصيتها والتي يعلم الجميع مدى معاناة الشعب في الجنوب مما حدث لهم يعني خاصة بعد 94 تحت تحشيد يعني يتضح أنه لأجل يعني السلطة بعد أن تمت الإقالة تم تكوين هذا المجلس، يعني أمر واضح لمن يعني لمن يتابع ببساطة، يعني حتى على مستوى طفل، يعني أقلنا فلان فغضب وذهب لتكوين مجلس سياسي وضرب ب يعني أوامر الدولة عرض الحائط. الواعي دروس الزبيدي وهو في السلطة وهو محافظ المحافظة عدن أطلق الدعوة لتشكيل كيان سياسي جنوبي. هذه الدعوة يومها لقد تفاعل كبير من مختلف المكونات السياسية، وكانت الفكرة أيضا أنه يكون ممثل سياسي للجنوبيين يمثل قضيتهم مع من يريد أن يتفاوض معهم. بعد ربما يعني إقالة محافظ عدن السابق الواعي دروس الزبيدي ووزير الدولة السابق هامد البريك دفعت الأمور باتجاه تحريك أو سرعة إشهار المجلس، لكن المجلس كفكرة كان موجود من سابق وكان هناك مشاورات بين مكونات مختلفة في الحراك الجنوبي بشأنه، ويعني مسألة الإقالة وما تبعه من الإشهار كان مجرد تحصيل حاصل. أنا كمتابع أقول هذا الكلام يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن أنيس الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعود إليك أستاذ نزار. أستاذ نزار، يعني كما تحدث مع الأستاذ عبد الرحمن هناك مظلومية عاشها الشعب الجنوبي، وربما يعني كان أكثر ما يحزن أبناء الجنوب هي قضية الفتاوى التي حدثت والتكفير الذي ألحق بكثير من أبناء الجنوب، ولكن يعني صدم المتابع أنه بالأمس أيضا في خطبة الجمعة تم التكفير وتم التخوين بنفس الآلية التي كويتم بها، كيف تفسر الأمر؟ للمرة الثانية أقول لك يعني لم أسمع هذا الكلام، لا أسمع صوت. هل حضرت بالأمس خطبة الجمعة؟ نعم حضرنا ولم نسمع هذا التكفير. نعم الخطيب لم يتحدث عن ذلك يعني؟ لم يتحدث، لا يوجد جنوبي يكفر الآخر. التكفير للأسف دم الجنوبي على الجنوبي حرام وهي إخوانية وليست شمالية بالتحديد. نعم، حين يقول دم الجنوبي على الجنوبي حرام ما الذي يفهم من هذا الكلام؟
بمعنى أننا لن نتقاتل كجنوبيين خدمة لصنعاء، صنعاء تعبث في الجنوب منذ 94 والكل يعلم هذا، وعلي عبد الله صالح يعمل للفتنة ويحاول أن يجعل الجنوبيين يتقاتلون بأي طريقة، والجنوبيين أفشلوه لأكثر من 10 سنوات. الحراك السلمي الكل يشهد له، لم يحدث نهائيا. نعم، هذه العبارة فسرتها بهذا الشكل وهناك لها تفسيرات أخرى، إذن كيف تفسر قوله كل من يخالف المجلس الانتقالي؟ قال يعني لا أحفظها نصا، يعني كل من يخالف المجلس الانتقالي فهو خائن ولا يعني ولم يتثبت الإيمان في قلبه بالمجلس وهو بالتالي خائن للوطن. لم أسمعه. إن كان يا أخي العالم كله سمع، يعني سمعناها نصا فيديو، يعني يعتبر ربما خطاب كنت منشغلا وليس لكن الجميع خطاب سمع ديني. يعني لن أتقول على شيخ في نهاية الأمر. الخطاب سياسي، طالما هو ذكر المجلس الانتقالي حسب ما تقولي أنت فهو الخطاب سياسي، وبالتالي الخيانة يجب أن تكون هناك على حسب القانون والقضاء. إذن يعني نفس التفسير سيفسر به فتوى 94 أنها كانت أيضا خطاب سياسي. عالم ديني يكفر شارع جنوبي ويعطي ذريعة لقوات عسكرية بقتل مدنيين، وهذه ليست ذريعة. يعني أنا الآن لو أنا من عدن يا أستاذ نزار، لو أنا عدنية وقلت أنني لست مع المجلس الانتقالي فأنا خائنة للوطن، هذه أليست كارثة؟ يعني الخائن ألا يجوز قتله؟ خائن الوطن والقضية. من قال هذا؟ من قال هذا الخطاب؟ الشيخ في خطيب الجمعة. إن كنت مخالفة للمجلس الانتقالي بالعكس أنا أحترم رأيك، ولكن يجب أن تحترمي أيضا إرادة الشارع الجنوبي. يعني نتفق، إذن أنت تجد أن المسألة ليست بهذا الشكل، وأنه ربما يعني الخطيب الذي لم تسمعه، أتمنى عليك بعد الحلقة أن تعيد سماع الخطبة وتتبين القول تماما. يعني يفترض طالما أن هناك سعة في تقبل الرأي الآخر، بطبيعة الحال يعني كما قلت لك نحن لسنا ضد شعب الجنوب ولسنا ضد خياراته في نهاية الأمر. أود أن أسمع منك ما هي الخطوات المقبلة للمجلس الانتقالي. أولا أنا لا أعتقد أنكم لستم ضد، لأنه أعتقد من خلال الانفعالات أعتقد أن هناك تخوفات كثيرة من قبل بعض القنوات التي توالي للأسف أحزاب تابعة لصنعاء، لا زالت تتخوف من أن الشارع الجنوبي يعني أظن أنني لم أنفعل معك أستاذ نزار، طرحت لك المساحة الكاملة. أتمنى من منذ كل بداية الحلقة وأنا أقول أنتم أحرار والشعب الجنوبي له مطلق الحرية. لا أدري يعني أين لمست. أنا أتمنى ولكن لا أشعر بهذا للأسف. لا أشعر، خطاب الدكتور للأسف كان مخزيا بحكم أنه كادر شمالي من النخب، كنا نتمنى أن يكون منصفا، لكن للأسف أعطانا انطباعا آخر أن الجنوبيين من حقهم أيضا. أنت شعرت بالسوء من حديثه وهو شعر بالسوء من حديثك أستاذ نزار. يعني أنا أتمنى أن أنا يعني أعتذر ليست إن الفكرة إن فهم أنها شخصية، أنا أتكلم من معيار الشارع الجنوبي فقط. يجب أن تحترم هذه الإرادة مثلما نحن نحترم الشارع في الشمال. وهو لم يقل غير ذلك أستاذ، وهو لم يقل غير ذلك. أيضا شباب الثورة في المناطق الشمالية كنا داعمين لهم، فيجب أن يكون في المقابل أيضا للشارع الجنوبي، لا يكون ضدا لهم. نعم، وأيضا أتمنى أن تكوني أنت أيضا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم، عضو الهيئة الإعلامية المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في حلقة من المساء اليمني، يكون برعاية الله وأمنه.